بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم دلوقتي على المجموعة بتاعت الادجستمنت اوردرز، وهي حاجة يعني بسيطة ومش صعبة خالص. وبيتكلم على تعريفها في الأول، لازم برضو أبقى عارف إن هي مال أدابتيف رياكشن للستريس، وهيتعرض للستريس فما ده يبقى فيه مال أدابتيف رياكشن. وده بيحصل نتيجة عوامل محيطة بالبيئة الخارجية للبني آدم، الانفيرمنتال ستريسور. دي بتعتمد على الوانس ايموشنال سترينث اند كوبينج سكيلز، انه القوه العاطفيه وقدره الانسان اللي يتعامل مع الستريس، او ان عنده مهارات معينه او اتعرض للحكايه دي قبل كده او غيره. بيقول لنا في الاول، يعني طبعا هو اكتر حته مهمه جدا هي المقارنه بين الادجستمنت ديس اوردرز وبين الانكزايتي والديبريشن، هنجيلها في الاخر. لكن خلينا ندي مثال، مثلا انه العيان يبقى متحفز كده، انه يبقى متضايق بشكل كبير، انه يحس انه مفيش امل، انه يعيط كتير بشكل مبالغ فيه. هتقولي بس احنا كلنا بنعمل كده، فطبعا كلنا ممكن يكون عندنا برضو بعض الادجستمنت ديس اوردرز، وبتبتدي تقل مع السكيلز لما بتزيد، انه ما بيستمتعش بالحاجات اللي كان بيستمتع بيها، ما يركزش، ما يعرفش ينام كويس او ينام كتير، ما ياكلش كويس، ما يتعاملش لا مع قرايبه او سوشيالي، يبقى وحش، والاكتيفيتي اللي كان بيعملها كلها تقل. طبعا نتيجه وجود ستريسر، وجود انفيرمنتال ستريسر، دي برضه مهمه جدا في التعريف. انتشارها تقريبا اكستريملي كومن، زي ما كنا بنقول من شويه، في اغلبنا بيبقى كده، بتحصل في اول 3 شهور من الانيشال بريزنس للستريسور، يعني بعد الخطر، الوفاه، الانفصال، حادثه عربيه كبيره، حاجات زي كده. الكورس بتقعد 6 شهور او اقل اول ما الستريسور يريزولف، وممكن تبقى للاسف كرونيك لو انا ما عرفتش اكوب مع الحاجات. ايه الكي سيمبتومز؟ يقول لنا انه العيان بيبقى فيه انكزايتي وديبريشن وايموشنال تورمويل، و يعني ساعات حاجات مرتبطه بنجاحات في الحياه تقف، وشغلانات تتاثر وهكذا، لكن فترات بتبقى قصيره. انواعها ديبريسد انكزايتي، ميكسد ديبريسد انكزايتي، طبعا القلق غير الاكتئاب، ديستربنس اوف كونداكت، ميكسد ديستربنس اوف ايموشن اند كونداكت. بيقول لنا انه الديفرنشال دايجنوزس بتاعنا نورمال رياكشن للستريس، ما ده طبعا ممكن يحصل مع الناس كلها، ولا ديز اوردرز اللي فيها اصلا كلمه ستريس، زي جاد لوجنايز ديز اوردرز، زي بوست تروماتيك ستريس ديز اوردرز، زي ميجر ديز اوردرز، دي اكتر حاجات في الديفرنشال دايجنوز. علاجها بتحاول تشيل الستريس بريف سايكو ثيرابي، يعني بريف سايكو ثيرابي، حاجات قصيره كده، وقت قصير عشان يديله سكيلز الكوبينج مع السكيلز، وبعض الحاجات بيدوا له انكزايتي وانت بريس. خلينا نشوف، لان هو يعني ما قالهاش بصراحه، وانا اعتقد انها مهمه شويه، المقارنه بين الثلاثه. اولا بيقولنا مثلا عشان نقارن، يمكن مش عليكم، فانا مش بس عايز ازود عليكم الموضوع، بس يعني عشان تبقى فاهم احنا بنتكلم في ايه بالظبط. يعني الانكزايتي، انكزايتي ديبريشن ديبريشن وهكذا، لكن ده بيبقى عنده انكزايتي وديبريشن وفيلينج اوف هوبليسنس وسيجنفيكنت تشينج في الايموشنز و اكتنج على السكول والورك، ده بيرفلكت يعني على شغلانته وعلى تعليمه، قلق طول الوقت، عصبيه وهكذا. لكن شفت كده برضه حطوا لها كرايتيريا مش موجوده في المحاضره، لكن عشان نقدر نفصل، يعني بيقول لنا ايموشنال بيهيفير سيمتوم ويزن 3 مانثس اوف هافينج بين اكسبوزد تو ستريسر، بيبقى السيمتومز فيها ماركت ستريس ذات اوت اوف بروبوشنال ستريس، يعني مش الطبيعي. عشان كده قلنا ان في نورمال انكزايتي او نورمال ستريس، لما اتعرض ل ستريسور معين السيمتومز تبقى امبير السوشيال والايموشنال فانكشن. لو بصيت هنا، يعني اقصد ان الفرق دي في اول 3 شهور ومعانا ستريسور، لو بصينا هنا هنلاقي 6 شهور او اكتر
of chronic anxiety, exaggerated worry, tension, زي ما خدنا قبل كده. بيقول لك ان every day worry most people experience. يعني ده من الحاجات الديبريشن بنتكلم على خمسه زي ما خدنا قبل كده, or more of symptoms during the same 2 weeks period or same symptoms زي ما خدنا في الليسته اللي هي زي sadness و hopelessness و loss of interest و decrease energy و moving وهكذا. برضو اخد بالي ان الفرق برضو فرق زمني شويه, ثلاث شهور من الحاجه تعريف قد ياتي وقد يكون مهم يعني. طبعا هنا بيقول لنا ان هنا في external stressor, هنا combination of genetic behavior and vulnerable causes, بيبقى هنا لا ممكن يكون حاجات وراثيه, ممكن يكون behavior. خلاص في الدبريشن بقى بيقول لك ان غالبا unknown cause, يعني ما فيش حاجه واضحه بتخلي الواحد طول الوقت مكتئب وكده. يبقى ياخد بالي من كلمه adjustment disorders, وهي زي ما قلنا عمليه سهله وبسيطه. هنا بقى في الجزئيه دي احنا بنتكلم على السوسايد, برضو اعتقد ان هي مساله تعريفات شويه. يعني مثلا انه act of taking once all life, واحد عايز يقضي على حياته, وفي بيبقى دايما social behavior, سواء ده حاجه consciously هو مدرك ان ده هيحصل كده او حتى unconsciously, يعني دايما عنده الديزاير. بيقول لنا في الاول هنا ان في حاجه اسمها سوسايد جيستورز. طيب السوسايدال ستورز دي اللي هي تصرفات او البارا سوسايدال بيهيفير زي بيقول, هي بيقولوا عليها ايماءات او يعني ما يدل على انه هينتحر يعني. ودي عباره عن سيلف انجن ويتش از نو انتنت تو داي. يعني في الاول يبقى فيه علامات على كده, حاجات بسيطه يعور نفسه في حته معينه مش عارف ايه, لكن بتديك appearance اوف suicide attempt ان اوردر تو كوميونيكيت ويز اذرز, عشان يبتدي يبقى يعني يلفت الانظار للفكره دي. سيلف انجوريس بيهيفير ممكن تعمل اكسيدنتال سوسايد اف زي ار تيكينج تو فار بس انيشال انتنت اند جول ار نوت سوسايدال. ممكن برضه تبقى حاجه هو كان يقصد بها انها حاجه بسيطه ويعمل بيها ده لكلمه جستورز او كلمه بارا سوسايد. يبقى برضه هي بتبقى حاجه مش قاتله الا انها بتدي ايماءات او مفهوم ان انا مقدم على الانتحار. ممكن تكون كانت الاصل انها بارا suicidal behavior, مش suicidal behaviors, والموضوع يبقى uncontrolled ويؤدي الى suicidal behaviors. زي واحد وقف على الكوبري مثلا كان عايز يقول انه هينتحر وبعدين وقع, ما كانش هو في الاول عايز ينتحر مثلا, او عور نفسه تعويره معينه اتعور ف الموضوع دخل في سيبسس مثلا حاجه نحس. بيقول لنا في 2015 كان في 800,000 حاله سوسايد في الورلد وايد, يعني كل 40 ثانيه في حد بيبقى عايز يقتل نفسه. معرفش مهمه ولا لا, لكن اوفر اول سوسايد اكاونت فور 1.4 اوف بريماتور ديث وورلد وايد. دي برضو من الحاجات المهمه. والسكند ديد اوف كورس دي برضو انا علمت عليها لانها ممكن تبقى مهمه برضو في الانس كيو. طيب برضو الابيديولوجي في السوسايد اتمبتس بيقول لنا انه 3 تايمز مور كومن ان ميل ذان فيميلز. ده بيحصل في الفيميل, في المور كومن ان ميل ذان فيميل فور سوسايد اتمبتس. An inverse ratio can be found. برضو ممكن تلاقي العكس. 30 time more common compared to suicide. المحاولات الانتحار 30 مرة أكتر من الانتحار نفسه. إنه هو يدي impression إن أنا هنتحر أو يعرق أو يكوميونيكيت بالطريقة دي. أكتر حاجة بيستخدموها اللي هي الشن أو إن هو يسم نفسه أو مبيدات حشرات أو وبعدها يجي اللي هو الفاير arms. برضه من الجمل اللي انا علمت لكم عليها السوسايد اند منتال ايلنس كاتيجوريز اكونت فور لارج ماجورتي اوف سوسايد اند سوسايد اتمبتس ممبرز ار ات ليست 10 تايمز از هاي از ان جنرال
بوبيوليشن. برضه السايكايتريك ديزيز فيها 10 مرات فرصه الانتحار، لانها بتبقى برضه مقابلتها من المجتمع بتبقى سيئه شويه. 45% of inpatient suicide were preceded by schizophrenia and organic mental disorders. برضه دي جمله بعتقد انها مهمه، لان هو بيقول لنا ان مثلا في القرن ال 21 بدا يبقى الديبريشن 30%، سبستانس ريليتد يوز ريليتد 18، سيزونيا 14، بيرسونال ديز اوردرز 13 وكذا. ما اظنش انه مهم. البرزنتيشن بيقول لنا بقى في ريسنت سوسايد اتمبتس، في كومبلين اوف سوسايد سوتس، في ادمشن اوف سوسايد سوتس، في ديمونستريشن اوف بوزيبل سوسايد بيهيفير. الريسك فاكتور اللي بتبقى موجوده الابيديمولوجي بيبقى الميل موجود اكتر في الوايت بوبيليشن، الايج بيبقى غالبا في الناس الكبار اللي حاسس ان هو حياته انتهت وما بيعملش حاجه وحاجات زي كده، في المطلقين، في المنفصلين، في الارامل، في الناس اللي عايشه لوحدها، في وجود الستريس لايف ايفنتس، في ان يكون واحد عنده مسدس، فطبعا دي بتبقى سهله عليه. من ضمن البريزنت ايلنس طبعا يكون في سايكايتريك ايلنس. وفي المراهقين بيبقى اللي هو الاجريسيف، اللي هو الانتي سوشيال، اللي هو مش اجتماعي يعني وعنيف شويه، وان يكون في عنف اسري. دي من ضمن الحاجات اللي بتتشاف. في الباست هيستوري يكون عنده محاولات قبل كده للانتحار، يكون في فاميلي هيست الانتحار، شايف الحاجات دي كتير جدا، زي مثلا مي بفور يودا ولا مش عارف ايه، فيلم بيقول في الاخر ان الراجل عايز يموت. اعتقد ان دي برضو كونسبت غريب، وده ممكن يدي انطباع للسوسايد يعني، او لو اعتبرته لا قتل رحيم او تيبر ما اعرفش. السيمبتومز اسوشيتد ويز سوسايد حاجات قريبه قوي من السكيزوفرينيا، اولاد زي انهيدونيا مثلا، عدم الاستقبال الدنيا، ما عندوش امل، مش بينام كويس، في انكزايتي، مش عارف يركز، سايكوموتور اجيتيشن، بيخش في بانيك، بيخاف بسرعه وكده. ممكن دي تكون علامات على القدوم على الانتحار. لكن من ضمن الحاجات المهمه اعتقد انها مهمه برضو في الام اس كيو شويه، الورنينج ساين، انه بيتكلم او يخطط، انه ما عندوش امل، انه مش عارف يتعامل دايما مع الايموشنال بين، فسابوني، مش عارف ايه، مش عارف يتعامل قوي، دايما مرتبط بالموت وبيتكلم على الموت كتير، بيبقى عنده ايتنج ديس اوردرز وسليب ديس اوردرز. دي برضو من الحاجات المهمه، ان يكون ميل زي ما اتفقنا، ان يكون عنده سايكاتيك ديزيز، ان يكون عجوز، راجل ميل وايت عجوز منعزل، ما عندوش اطفال، مش عايش لوحده. خلاص دي برضو من الحاجات المهمه. يعني هنا مثلا بيتكلم على الايفالويشن اوف ذا بيشنت سوسايد ايديشن، بيقول ان هو patient doesn't have suicide intent or plan evaluate for psychiatric disorders. عنده بقى suicide plan، patient had access to lethal means, has both social support, poor judgment, hospitalized. دي برضه ممكن دي يوم الام اس كيو، يعني انا عندي express the suicide idea، الايديا بتاع السايد موجوده، بس ال patient عنده خطه وعنده access ل lethal means زي مسدس زي مش عارف ايه، ومش قادر يبقى سيف، هتحجز، ما عندوش اكسس لسال مينز، وعنده جود سوشيال سبورت يقدر يكونترول، برضه هتوديه للسايكايتريست. ما عندوش اصلا بلان، برضه هتوديه للسايكايتريست، وهتبتدي تعالجه بالانتي بريسنت، وممكن لو ما استجابش تبتدي توديه لمتخصص منتحرين ومتخصص في هذا المجال بشكل كبير. بيقول هنا الامبيشن فيرسس اوت بيشنت، بيعيد بقى الكلام ده بيشرحه تاني، بيقول ذيرز نو ديفينيت كريتيريا تو هيلب الكلينيشن ان يختار ده من ده، لكن نقدر نقول الفيزيشن شود اسيس ذا بيشنت ليفل اوف امبلس كنترول، تحكمه في نفسه، الجادجمنت اند ديجري اوف سوشيال سبورت، قدرته على ان هو يبقى سيف عن طريق ان في اسره. الهوسبيتاليزيشن ان هو يكون عنده بلان، يبقى نفس الكلام في الجدول، يكون عنده في الدايجرام يعني ياسس ليثال مينز، عنده مثلا مسدس زي ما اتفقنا، عنده ادويه مثلا مخدره زي صيدلي او غيره، زي الممرضات بيموتوا بالانسولين، فده بيبقى خطر جدا. ريسنت سوشيال ستريسر، عنده يعني سايكاتيك ديس اوردرز واضح جدا وسيمتومز بتقول كده. بيقول لنا الفاميلي شود بي انفورمد اوف ديسيجن تو بروسيد وذ هوسبيتاليزيشن and the patient shouldn't be left alone while he or she is transferred to a more secure environment. يعني انا برضو مثلا العيله عايزه تطلعه، مش عارف ايه، اصل دي حاجه عيب، اصل مش عارف ايه، يبقى المفروض بنمضي
زي كونسبت. الاوت بيشنت بيقول لنا وان تكنيك ذات فريكوينتلي امبلوي ان ستيز تو اسك ذا بيشنت تو ساين اور فيربلي اجري تو نو هارم كونتراكت، انه ما ياذيش نفسه. دي حاجه مهمه ممكن نعملها لو للاسره زي ما قلنا او للفاميلي عشان السوشيال يبقى سبورتد، هم اكتر حاجه ممكن يمضوا على الكونتراكت ده. واللي بيسموه عندنا الكونسنت كده، او زي يمضي على خروج امن حسب الطلب، يبقى هو ده بيسموه كده خروج حسب الطلب، انت المسؤول قدامنا على القسم. الميديكيشن اعتقد انها برضو مهمه، ان ممكن ندي سيلكتيف سيروتونين ري ابتيك انهيبيتورز، دي من الحاجات المهمه وبيستخدموها كتير، وافضل من البلاسيبو وافضل من ما ادوش حاجه خالص. بعض الحاجات زي البروزاك، زي لو هتحفظهم يعني، كلهم دول تبع الاس اس ار اي، والايه اللي بيشنت عايزين لو دوزج. How to prevent suicide؟ يوردو الجملة اللي فاتت كانت MCQ، زي أمنع السوسايد، بيقول لك بقى restrict the access to mental suicide, training primary care physician, provide adequate follow-up care, address the ways reported by the media. يعني برضو كان الراجل يقول إن المفروض لما حد يبقى حالة الانتحار دي اللي كنا مثلا في برج القاهرة ده، إن الميديا ما تقدرش تتكلم في الموضوع ده من ضمن العلاج النفسي، عشان مش كل الناس تبقى عارفة كل شوية. ده من عيوب السوشيال ميديا يعني. ناخد الهوم مسج دايما في اي محاضره على انها جمل ام اس كيو. تيك اول سايد سيت سيريسلي، مجرد بس الافكار والحاجات دي خدها بشكل سيريسلي. كويشن اباوت سوسايد ايديشن انتنت اند بلان، اعرف هو هي فكره ولا في بلان ولا ايه. جيت انفورميشن فروم ثيرد بارتيز، حاول تعرف المعلومات من الناس اللي حواليه. دونت ايدنتيفاي وذ ذا بيشنت، ما تقعدش تتكلم على يعني الافكار وبتاع، قد ما تاخد يعني سكه بلان انك تحمل عيان، ممكن ما تبقاش جادجمنتال. emergency decision about suicidal behavior are based on clinical presentation and وجود الريسك فاكتورز. فدي محاضره سهله ولطيفه كده وخفيفه، اخد فيها الجمل اللي انا هعلمكم عليها دي، ناكل ام اس كيو تبقى زي الفل.